ينضم معنا عبر الهاتف من اسطنبول محمد الأحمدي الصحفي اليمني للحديث عن استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن ضد المدنيين واستمرار الأزمة الإنسانية. أستاذ محمد مرحبا بكم. بداية يعني كيف يمكن قراءة استمرار ميليشيا الحوثي بانتهاكاتها ضد المدنيين في اليمن لا سيما الأطفال بعد حادثة قنص الطفلة رويدة في محافظة تعز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك وللمشاهدين ومرحبا بك. الحقيقة أن ميليشيا الحوثيين لم تتوقف يوما عن حربها ضد المجتمع اليمني وبشتى الوسائل والطرق، إن بالألغام والقذائف الصاروخية والقصف العشوائي أو بالقنص عبر قناصتها، خصوصا في مدينة تعز التي لا تزال ترزح تحت رحمة الميليشيا الحوثية بالحصار والقصف والقنص. الميليشيا الحوثية مشروع إجرامي، مشروع عنف، لم تتوقف يوما في حربها كما قلت ضد اليمنيين منذ انقلابها. لكن السؤال الأهم، لماذا بعد 6 سنوات من هذه الحرب والمآسي والمعاناة لا تزال ميليشيا الحوثيين يعني تطلق صواريخها الباليستية والطائرات المسيرة في عمق الأراضي السعودية، وفي نفس الوقت لا تزال أيضا تشن هجماتها المتوالية ضد محافظة مأرب، ولا تزال قادرة أيضا حتى على إدارة العشرات من جبهات القتال والمواجهة؟ للأسف هناك إشكالية كبيرة في إدارة المعركة ضد هذه الميليشيا التي انقلبت على الدولة وأعلنت حربها على المجتمع اليمني، واليوم اليمنيون يعانون الويلات جراء تداعيات هذه الحرب التي أخفقت التحالف والشرعية للأسف في حسمها، وبسبب حسابات أضرت بعدالة النضال اليمني الإنساني العظيم ضد ميليشيا الحوثيين الذراع الإيراني في خاصرة الخليج. الحديث اليوم عن قنص الطفلة رويدة في تعز بينما كانت ذاهبة لجلب مياه لأسرتها، واحدة من مشاهد القتل اليومي والإجرام اليومي لميليشيا الحوثيين بحق الأطفال والنساء والمدنيين عموما. هذه ميليشيا لا تتمتع بأدنى مستوى من القيم الإنسانية والأخلاقية أو قوانين الحرب، ميليشيا منفلتة تماما، ويعني الحقيقة ليس هناك أي ضابط يمكن يعني يمكن ضبطها أو ضبط سلوكها من خلاله. والمؤسف أنها تحظى بسياسة تدليل واضحة من طرف المجتمع الدولي، ولا يزال هناك أطراف دولية تقول أنها تبذل مساعي من أجل التوصل. طيب أستاذ محمد، مع هذه الميليشيا رغم هذه الجرائم البشعة. على ذكر المجتمع الدولي، يعني بعد تحول ميليشيا الحوثي لسلطات أمر واقع في اليمن وذلك طبعا بقوة السلاح، يجب أن تكون مسؤولة عن انتهاكات عناصرها التي تحدث في جميع مدن اليمن. لكن هنا السؤال، يعني ما الذي يدفع الأمم المتحدة للالتزام بالصمت؟ هل يعني أو نفهم من ذلك أنها موافقة على تلك الجرائم مثلا؟ للأسف هذا سؤال يدور في أذهان اليمنيين وعلى ألسنتهم منذ سنوات. هذه الميليشيا رغم إجرامها وبشاعتها وسلوكها الممنهج والممعن في الإرهاب والتوحش ضد المجتمع اليمني، لكن من الواضح أن هناك عملية فصل لدى الفاعلين الدوليين أو بعض الفاعلين الدوليين بمن فيهم الأمم المتحدة. اليوم كان هناك تنديد من الحكومة اليمنية بتجاهل المبعوث الأممي إلى اليمن، تجاهله جريمة قنص الطفلة رويدة في تعز. هناك المئات من الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثيين يتجاهلها المبعوث الأممي وتتجاهلها الوكالات التابعة للأمم المتحدة في اليمن. هناك عملية فصل كما يبدو بين السلوك الإجرامي والإرهابي والوحشي لميليشيا الحوثيين وبين المسار السياسي، وهذه إشكالية كبيرة شجعت الميليشيا الحوثية على المضي قدما في جرائمها وفي توحشها.
بدا واضحا لدى اليمنيين ان الميليشيا الحوثيه لا تختلف عن داعش، لكنها تمارس ارهابا مرخصا له امميا كما يبدو للاسف الشديد. وهذه في الحقيقه كارثه كبيره. اليمنيون اليوم يدفعون ثمن هذه السياسه الدوليه التي تستهين بدماء اليمنيين وبمعاناتهم. المنظمات التابعة للأمم المتحدة تتحدث عن المأساة وعن المعاناة اليمنية وتقول أن البلد يشهد أكبر كارثة إنسانية في التاريخ، لكنها تحاول أن تتجاهل الجذر الحقيقي والسبب الحقيقي لهذه المعاناة ولهذه الكارثة، والمتمثل في ميليشيا الحوثيين واختطافها للدولة اليمنية واحتجاز المجتمع اليمني أو المناطق الكثافة السكانية الواقعة تحت سيطرتها كرهائن للمقايضة على بقائها في كسلطة أمر واقع. الحقيقة أنها كسلطة أمر واقع غير معفية أيضا من الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لكنها كما قلت للأسف التعاطي معها بنوع من التدليل شجعها على المضي في ارتكاب المزيد من الجرائم والاستهتار بقواعد القانون الدولي الإنساني وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجاهل أيضا حتى القوانين والدساتير والعرف اليمني. اليمنيون معروفون بقيم ونبيلة في المجتمع، قيم اجتماعية. الميليشيا الحوثية نسفت كل هذا وتمضي كل يوم في مزيد من الإجرام والعنف. أستاذ محمد، إعاقة ميليشيا الحوثي للحل السياسي في اليمن، هل تعتقد أنه يرتبط بإصرارها أنها تريد التهرب عن مسؤوليتها بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تحدث في اليمن، وبالتالي تكريس حكم الميليشيات؟ هل تعتقد ذلك؟ ربما يكون هذا أحد الأسباب، لكن أيضا هذه الميليشيا أساسا فكر استعلائي قائم على ثقافة الاصطفاء السلالي ومزعوم الاصطفاء السلالي والعنصري، وهي تجد نفسها أحق بالسلطة عن غيرها من اليمنيين بموجب امتيازات سلالية وعنصرية. وهذه المفاهيم للأسف تحتاج أولا إلى تجريم، وهي بالفعل مفاهيم يفترض أنه قد عفى عليها الزمن. لكن كما قلت وأؤكد للأسف أن بعض القوى الدولية لديها حسابات معينة في الإبقاء على اليمن رهين الصراعات والدمار والمآسي لحصد مكاسب سياسية من نوع ما، أو لممارسة ابتزاز ضد قوى إقليمية معينة. وهذا السلوك شجع الميليشيا الحوثية على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المجتمع. من اسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي، شكرا جزيلا لكم.